اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عزيز يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا زمني ولا يمن عليك، من علي بفكاك الرقبة من النار في من تمن عليه، وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل عسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعزمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأخل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعصبة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب.
اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة به إليه عظيما وكناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على كبيه عملي وهمك عن كثير جرمي إنما كان من خطئي وعمدي أجمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأعريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي يبتع عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللعيم منك عليه يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي تتول عليك فلم يمنعك ذلك من رحمتي لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فارق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في كتبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق قاصد الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ذليل يعادله فهو بعزته ولا شبيه عزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي فبلغ بقدرته ما يشاء ويستر علي كل عورة وانا أعصيه ويعزم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة حنيعة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبحجة مونقة قد عراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يحتق حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويحلق ملوكهم ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرفين مودي حاجات الطالبين مؤتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأصنع وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصحوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووسيي ورسولي رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سيدتي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم صل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وخفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتديته له أبدله من بعد خوفه أمن يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتزل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما كسرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتكنا وكفر به قلتنا واعزز به ذلتنا واغني به آيلنا واقضي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به قلتنا ويسر به يسرنا وبيت به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وأعطنا به فوق رقبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشفي به صدورنا واذهب به كيد قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتزاهر الزمان علينا. وصلي على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبذر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المكلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاقدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فاطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تكن لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل الكتران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه.